مرحبا بكم في درس آخر من دروس التناسبية، ألا وهو الرأسمال والسعر الفائدة. La proportionnalité, capital et taux d'intérêt. سنرى كيفية أو سنتعرف على مفهوم الرأسمال والسعر والفائدة السنوية. سنتطرق أيضا إلى استنتاج قاعدة حساب الرأسمال وسعر الفائدة والفائدة السنوية عن طريق حساب الرابع المتناسب أو ما نسميه بالقاعدة الثلاثية. إذن من خلال 3 عناصر نجد الرابع المتناسب. أيضا سنتطرق لحل بعض المسائل التي تخص الفائدة السنوية وسعر الفائدة والرأسمال. إذن نبدأ على بركة الله. إذن ما هو الرأسمال؟ الرأسمال هو مبلغ من المال يملكه الفرد ويودعه في البنك، أي يضعه في البنك في حسابه البنكي. الفائدة السنوية هو الربح الذي يقدمه البنك للفرد الذي وضع الرأسمال بسعر محدد لمدة سنة، أي الفرد الذي وضع مبلغا من المال في آخر بعد مرور سنة سيحصل على فائدة مضافة للمبلغ الذي وضعه في الأول في أول السنة. السعر أو سعر الفائدة هو النسبة، إذا دائما السعر يكون على شكل نسبة مئوية، هو النسبة المئوية التي تحدد لنا الفائدة السنوية، أي الربح السنوي، أي المبلغ الذي وضعه الفرد في أول السنة في آخر السنة سيكون له ربح بنسبة محددة، 8% من المبلغ أو 6% على حسب البنك، على حسب السعر الذي يحدده البنك. إذن المبلغ بعد مرور سنة سيحصل على فائدة سنوية، فائدة سنوية يحددها البنك عن طريق السعر، عن طريق النسبة، يعني 8% من المبلغ ستضاف للمبلغ الأولي الذي وضعه للشخص الذي وضع هذا المبلغ. لنبدأ بالوضعية الأولى، سنرى فيها كيفية تحديد الفائدة السنوية. إذن وضع رجل مبلغ من المال قدره 67,500 درهم في بنك بسعر 8%، ما هي الفائدة السنوية المترتبة عن هذا المبلغ؟ إذن في هذه الوضعية المطلوب حساب الفائدة السنوية. قلنا الفائدة السنوية سنتعرف على قاعدة حساب الفائدة السنوية أو الرأسمال أو السعر عن طريق حساب الرابع المتناسب أو الطريقة الثلاثية. إذن لدينا المبلغ، لدينا السعر، المطلوب حساب الفائدة السنوية. إذن السعر أو الفائدة السنوية، كيف سنحسب الفائدة السنوية؟ لدينا المبلغ، المبلغ سنعطيه اللون الأحمر، والسعر اللون البرتقالي. الفائدة السنوية اللون الأخضر كي يتوضح الشرح. إذن الرجل وضع المبلغ من المال، المبلغ هو 67,500، هو 67,500 درهم. ما هو النسبة أو نسبة المضافة في آخر السنة التي سن على كل 100 درهم سيحصل على كم؟ على 8 دراهم.
كل 100 درهم سيحصل على 8 دراهم، كل 100 درهم سيحصل على فائدة قدرها 8 دراهم، يعني في كل 100 درهم من هذا المبلغ، احسبوا كان من 100 درهم توجد 8 دراهم على كل 100 درهم. إذن على كم سيحصل إذا وضع هذا المبلغ اللي هو 67 و500 درهم؟ على كم سيحصل؟ لا نعرف المبلغ الذي سيحصل عليه. هنا هو الذي ما نسميه بالفائدة السنوية المترتبة عن هذا المبلغ. إذا العلاقة الثلاثية ماذا تقول؟ العددين المتقابلين ضرب، والعدد المتبقي الثالث قسمة. إذن كي نحسب الفائدة السنوية هي 67 ألف، ماذا يقابل 67 ألف؟ في ماذا؟ في 8 الكل قسمة 100. سنحصل على الفائدة السنوية، واضح؟ إذن في كل 100 درهم نحصل على نسبة الربح بالدرهم، على السعر بالدرهم. يعني في المبلغ الكلي على كم سنحصل كفائدة سنوية مترتبة عن هذا المبلغ؟ إذن قلنا العلاقة التي تقول العددان المتقابلان ضرب، والعدد الثالث قسمة. إذن سنرى كيفية تحديد أي كل من الفائدة السنوية أو المبلغ أو السعر على حسب أي مسألة. انتبه هنا، لدينا كل 100 من المبلغ تحدد لي نسبة الربح اللي هو السعر. انتبه هنا، سنتعرف على طريقة استنتاج قواعد حساب السعر أو الفائدة السنوية أو المبلغ. هنا يكون ما هي الفائدة السنوية المترتبة عن المبلغ؟ إذا المبلغ آخر سنة سنحصل على الفائدة السنوية. لا تغير المواضع في أي، يعني في أي مسألة طلب منكم السعر ستحسبونه، طلب منكم المبلغ ستحسبون المبلغ، طلب منكم الفائدة السنوية ستحسبون الفائدة السنوية. دائما كل 100، كل 100 درهم تعطيك ما هي الفائدة المترتبة عنها، أي السعر. إذا طلب منكم السعر ستضيفون النسبة المئوية، يعني ما عن المبلغ الكل ما هي الفائدة السنوية المترتبة عنه. إذا قلنا الفائدة السنوية المطلوب هو الفائدة السنوية. إذا الفائدة السنوية ماذا تبقى لنا؟ السعر متقابل مع المبلغ، المتقابلان ضرب والمتبقي قسمة. إذا المبلغ متقابل مع من؟ مع السعر. إذا في السعر، في السعر المتبقي 100، إذا قسمة 100. لن نحتاج لحفظ القواعد، فقط سنستنتج، ولكن تأكدوا دائما من المواضع. كل 100 تعطيك السعر، والمبلغ ما هي الفائدة المترتبة عنه. إذا هذا فيما يخص
قاعدة حساب الفائدة السنوية. إذا أردنا في هذه الحالة لا نريد السعر، قلنا الفائدة السنوية بالأخضر و المبلغ بالأحمر. والسعر البرتقالي. الآن سنرى كيفية حساب المبلغ انطلاقا من الفائدة السنوية والسعر 100. إذن المطلوب المبلغ، إذا طبقوا العلاقة الثلاثية متقابلان ضرب والمتبقي قسمة. إذا ما المطلوب؟ المبلغ المتقابل، المبلغ هو الذي نبحث عنه، هو المجهول الذي نبحث عنه. إذا المبلغ يساوي، دائما حاولوا أن توقفوا الفيديو، اكتبوا القاعدة وتأكدوا من صحتها. إذا متقابلان هنا ماذا؟ 100 والفائدة السنوية. إذا المتقابلان ضرب والمتبقي سنقسم عليه. إذا الفائدة السنوية في ماذا؟ قلنا متقابلان، تقابل البقية بين 100 والفائدة السنوية، إذا في 100 قسمة ماذا؟ قسمة السعر. هل هو 8 أم 4 أم 5 على حسب السعر المحدد. قسمة هنا قسمة، إذن هذا فيما يخص استنتاج قاعدة حساب المبلغ. إذا رأينا كيفية حساب المبلغ، الآن سنرى كيفية حساب السعر. يعني يكون لدينا الفائدة السنوية ويكون لدينا المبلغ، فالمطلوب حساب السعر. إذا سنرى كيفية حساب السعر. إذا هنا المطلوب، هنا سنبحث عن السعر، هو المجهول. هنا لدينا الفائدة السنوية ولدينا المبلغ، دائما نعوض المبلغ بالقيمة بالدرهم والفائدة السنوية بقيمتها بالدرهم ثم نحسب. إذا هنا بقي التقابل بين ماذا؟ إذا التقابل نريد أن نحسب السعر. إذا بقي ثلاث عناصر، العنصرين المتقابلين قلنا ضرب والعنصر المتبقي قسمة. إذا نبدأ، تقابل بين ماذا؟ بين الفائدة السنوية ومئة، والمتبقي العنصر الوحيد المتبقي هو المبلغ، إذا قسمة المبلغ. إذا سنرى، إذا قلنا السعر يساوي المتقابلان ضرب والمتبقي قسمة. إذا التقابل هنا بين ماذا؟ بين 100 هو الفائدة السنوية، إذا ضرب والمتبقي قسمة، قسمة عليه. إذا سنبدأ بالضرب، الفائدة السنوية في 100، فائدة السنوية في 100 قسمة ماذا؟ قسمة العنصر المتبقي اللي هو المبلغ.
إذن السعر يساوي قاعدة، استنتجنا قاعدة حساب السعر يساوي الفائدة السنوية في 100 قسمة المبلغ. إذن لا تغير المواضع هنا، كل 100 تعطيك السعر والمبلغ يعطيك الفائدة المترتبة عنه بعد سنة، أي الفائدة السنوية. إذن نريد السعر، العنصرين المتقابلين ضرب اللي هو الفائدة السنوية ومئة، 100 درهم. العنصر المتبقي هو المبلغ، قسمة المبلغ. نريد الفائدة السنوية، الفائدة السنوية العنصر المتقابلان هو السعر في المبلغ قسمة 100. نريد المبلغ، العنصران المتقابلان هو الفائدة السنوية و100 درهم. إذن الفائدة السنوية في 100 قسمة العنصر المتبقي اللي هو السعر. انتبهوا لا تغيروا المواضع كي تستنتجوا القاعدة بشكل صحيح. إذن نمر لحل المسألة. إذن قلنا وضع رجل المال مبلغ قدره 67,000 درهم في بنك بسعر 8%. إذن ما هي الفائدة السنوية المترتبة عن هذا المبلغ؟ أي المبلغ الذي وضعه هذا الرجل بالبنك؟ إذا قلنا الفائدة السنوية بالأخضر، إذا قلنا سنطبق العلاقة الثلاثية. العلاقة الثلاثية يجب أن نحتفظ على المواضع. بكل 100 درهم تعطيك السعر، يعني بكم ستحصل الفائدة من 100 درهم؟ مش 8 دراهم، 4 دراهم، 5 دراهم، 6 دراهم؟ يعني تعطيك الفائدة المترتبة عن كل 100 درهم من المبلغ. المبلغ ككل كم سيعطيك فائدة سنوية عند مرور سنة؟ إذا لا بأس أعيد تذكير بالقاعدة الثلاثية. كل 100 درهم كم سيترتب عنها كسعر، يعني كم في كل 100 درهم بكم سيستفيد عنها؟ هنا إذن المبلغ الكلي بكم سيستفيد عنها عند مرور السنة التي نسميها الفائدة السنوية؟ إذن المطلوب هنا هو الفائدة السنوية، هو المجهول الذي نبحث عنه. لدينا المبلغ اللي هو 67,500، لدينا السعر، لدينا السعر. إذن المبلغ، لدينا المبلغ اللي هو 67,500، إذن المطلوب فقط تحديد تطبيق القاعدة. إذن العنصران المتقابلان ضرب والعنصر المتبقي قسمة، لن تحتاج لحفظ القواعد، فهم فقط، لا تغير المواضع، وستحصل على قاعدة حساب كل من الفائدة السنوية، رأس مال والسعر. إذا الفائدة السنوية تساوي السعر في المبلغ قسمة 100، المبلغ لدينا 67,500 درهم، في السعر اللي هو في 8 قسمة 100. إذا أوقف الفيديو، قوموا بإنجاز المسألة، بعدها مروا للتصحيح. إذا الفائدة السنوية قلنا تساوي المبلغ في السعر قسمة 100، استنتجناها عن طريق القاعدة الثلاثية، متقابلان ضرب والمتبقي قسمة. إذا عوضنا الرأس مال، الرأس مال أو المبلغ نفسه، الرأس مال أو المبلغ.
إذا 67,500 درهم في السعر، في نسبة الفائدة عن كل 100 درهم اللي هو 8، لكل قسمة العنصر المتبقي هو 100 درهم. إذا سنحصل على 540,000 درهم قسمة 100 هي 5,400 درهم. دائما في المسائل لا تنسوا رسم الجدول، العمليات عموديا في الحل أفقيا مع الاختصار، والجملة سنكتب الفائدة السنوية هي مترتبة عن هذا المبلغ هي. لا تنسوا رسم الجدول حل العمليات في المسائل. نمر إلى تحديد عنصر آخر انطلق من العناصر الثلاث. وضع رجل مبلغا من المال في بنك بسعر 5%، هنا السعر هو 5% لمدة سنة، فحصل على فائدة سنوية قدرها 8,500 درهم. إذن لدينا السعر، لدينا الفائدة السنوية، المطلوب هو المبلغ أو الرأس مال. إذن دائما القاعدة التي ماذا تقول؟ كل 100 درهم سيترتب عنها فائدة، يعني هنا السعر بدون علامة النسبة المئوية. ثم هنا المبلغ، مبلغ لا نعرفه، هو المطلوب هنا. إذن هنا المبلغ كم سيعطي كفائدة سنوية؟ كفائدة سنوية. إذن هنا ما المطلوب؟ المبلغ أو الرأس مال. إذن المجهول هنا هو الرأس مال. لدينا السعر ولدينا الفائدة، نطبق العلاقة الثلاثية، المتقابلان ماذا؟ ضرب، والعنصر المتبقي قسمة، أي قسمة السعر، السعر المخصص بدون نسبة مئوية. إذا نطبق القاعدة الثلاثية، ماذا يساوي المبلغ؟ متقابلا هو الفائدة السنوية متقابلة مع 100 درهم في 100، لأن الفائدة السنوية متقابلة مع 100 قسمة السعر. هنا السعر أذكر بدون علامة النسبة المئوية. إذا سنعوض الفائدة السنوية كم تساوي؟ الفائدة السنوية كم تساوي من المعطيات؟ تساوي 8,500 درهم. والسعر كم يساوي؟ 5%. إذن الفائدة السنوية سنعوضها بقيمتها اللي هي 8,500 درهم، ثم السعر بقيمته ألا وهي 5 5، يعني عن كل 100 درهم سيستفيد ب5 دراهم. إذن كم سيستفيد عن المبلغ بأكمله اللي هو 8,500 درهم؟ المبلغ ليس لدينا، لدينا الفائدة السنوية المترتبة عن المبلغ. إذا بقيت متقابلة مع العنصر 100 درهم، العنصر المتبقي قسمة اللي هو قسمة 5. إذا الرأس مال أو المبلغ يساوي الفائدة السنوية في 100 قسمة السعر، كما استخلصنا، لأننا استخلصنا هذه القاعدة من قاعدة حساب الرابع المتناسب أو عن طريق العلاقة الثلاثية. إذن 8,500 في 100 هي 850,000 قسمة السعر اللي هو 170,000 درهم. إذن المبلغ الذي وضعه هذا الرجل هو 170,000 درهم. قلنا دائما في المسائل رسم الجدول، العمليات عموديا في خانة العمليات، وفي خانة الحل الجملة مع كتابة مختصرة للعملية على السطر. إذا نمر لقاعدة حساب السعر.
وضع رجل مبلغ من المال في بنك قدره 8500 درهم لمدة سنة. إذا المبلغ الذي وضعه هذا الرجل هو 8500 درهم، فحصل على فائدة سنوية قدرها 357 درهم. المطلوب حساب السعر. دائما نضع كل عنصر في موضعه. قلنا ماذا نكتب؟ في كل 100 كم يترتب عنها كفائدة بالدرهم؟ سيترتب عنها لا نعرف، اللي هو السعر. قلنا السعر هنا في العملية لا نضيف النسبة المئوية. إذن المبلغ الذي وضعه هذا الشخص في بداية السنة، المبلغ سيعطي فائدة سنوية. فاسين فائدة سنوية. إذن هنا ما هو المجهول الذي نبحث عنه في هذه العناصر الأربعة المتناسبة؟ سنبحث عن السعر، هو المجهول الذي لا نعرف قيمته. إذن لدينا المبلغ ولدينا الفائدة السنوية، فقد سنعوض. إذن في كل 100 درهم سيكون أو سيحصل على ربح قدره لا نعرف، مجهول، اللي هو السعر، السعر الذي نبحث عنه. إذا المبلغ الكلي سيترتب عنه، عفوا هنا سنقوم بتطبيق الأعدادي، المبلغ لدينا المبلغ اللي هو 8500. إذا سأعوض 8500 تعطيني فائدة سنوية عن كل سنة، في كل سنة أو في آخر سنة، ما فائدة قدرها بالدرهم. إذا المطلوب هنا هو حساب السعر. قلنا في لحساب الرابع المتناسب لدينا ثلاث عناصر، عنصرين المتقابلين ضرب، والعنصر المتبقي قسمة، يعني الفائدة السنوية في 100 قسمة المبلغ. إذا أكتب القاعدة، السعر يساوي الفائدة السنوية في 100 قسمة المبلغ، وعوض المبلغ بقيمته اللي هو 8500 درهم في، عفوا هنا الفائدة السنوية هي 357 درهم في العنصر المتقابل معها اللي هو 100 درهم في 100 قسمة المبلغ اللي هو 8500 درهم. إذا السعر يساوي الفائدة السنوية في 100 قسمة الرأسمال أو قسمة المبلغ. الرأسمال، انتبهوا، الرأسمال هو المبلغ، الرأسمال أو المبلغ راه نفس الشيء. سنعوض كل عنصر بقيمته. إذا كان مطلوب السعر، إذا نحسب السعر ونضيف في الجواب النسبة المئوية لأنه يكون على شكل نسبة مئوية. إذا دائما رسموا الجدول لعمليات عموديا وأفقيا مع الجملة في الحل. إذا هذا فيما يخص استنتاج قواعد حساب السعر، الفائدة والرأس مال والفائدة السنوية. هنالك بعض المسائل يطلب منك ليس حساب الفائدة السنوية، وإنما حساب الفائدة الشهرية أو الفائدة خلال 7 أشهر أو الفائدة خلال سنة ونصف. إذا الفائدة خلال أشهر، إذا 7 أشهر، إذا سأخذ الفائدة السنوية التي حصلت عليها قسمة ماذا؟ كم عدد أشهر السنة؟ قسمة 12. سأحصل على فائدة في الشهر الواحد، ثم أضربها في 7 كي أحصل على الفائدة في 7 أشهر.
إذا كانت الفائدة في سنة ونصف، إذا سأخذ الفائدة الشهرية وأضربها في عدد الأشهر التي تساوي سنة ونصف، اللي هو 12 زائد 6 اللي هو 18. إذا أضرب الفائدة الشهرية التي في الشهر الواحد في 18، وهكذا. وشكرا، إلى درس آخر من دروس التناسبية.